واليوم استثنائيا بهيدي الحلقة الختامية من هذا الموسم ضيف عزيز على قلبي، بشرفنا اليوم بحضوره النجم الرائع، صوت حلو وحضور ومواقف على طول نارية، وبيكون قد وقدود بالمقابلة طالما ابنه فارس المجرم بألحانه وبأغنياته بعيد من عنا طبخين إعداد رائع. تحضروا اليوم لحلقة بومبا مع النجم محمد اسكندر. ولك الحكومي الحكومي شو رح منعمل معه، شو اللي فيها استطمعوا ماتوا معه، شو الحكومي شو رح بتعمل معه، شو اللي فينا استطمعوا ماتوا معاشو، ولك الجندي إذا بتخصم له معاشو، الجندي إذا بتخصم له معاشو، البلد بتصير مسرح للدياب. ويلي 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 وبلادي بلادي يا قيس، بلادي ما قدرت مرة يا دخون، العرب بالتفرقة سكروا يا دخون، بموقت الوفا حرقني يا دخون، ولا يقولوا الأرض صفى حطب. ويلي ويلي الأغنية هذه جديدة راح تتغنى هون بالام تي بي لأول مرة. والندى الندى عالندى لا تقولوا مني أدى، الندى الندى كترتيها كتير لبن 20 بردة، والندى الندى